إذن من عمان معنا في هذه الأثناء أحمد عزام، محلل أول أسواق المال في مجموعة إيكويتي، يحدثنا عن اتجاهات الأسواق والسلع حول العالم. أهلا وسهلا أحمد، ودعنا نبدأ من حيث انتهينا فيما يتعلق بالنفط ومساراته. يعني لأي مدى الأزمة الروسية التي حدثت مؤخرا امتدت تأثيراتها إلى النفط في تقديرك؟ صباح الخير الطيب، كل عام وأنت بخير. بداية نعم، عند النظر إلى أرقام النفط أو أسعار النفط، كانت قد سجلت بعض الارتدادات يوم الجمعة من مستويات 66 لخام غرب تكساس. مستويات 69 لم تصمت كثيرا، عادت وسجلت ارتدادات هبوطية في جلسة اليوم. بكل تأكيد الأمور الروسية أو التوترات الروسية على تعبير أفضل قد طالت أسواق النفط. قد ذكرت الأسواق بأن أي توترات في إحدى دول منظمة أوبك قد تدفع الأسعار بشكل سلبي، خوفا من الامدادات، خوفا من مشكلة الامدادات التي قد حصلت سابقا. بكل تأكيد أي أخبار سلبية كانت تطال أرقام النفط أو أسعار النفط بالفترة الماضية بشكل قوي. التأثيرات السلبية دليل واضح على أن أسعار النفط لا زالت هشة بعض الشيء. أي أخبار سلبية كانت تطال النفط بشكل قوي، تداولات سلبية بشكل قوي. على ما أعتقد الطيب أن أخبار التوترات الروسية لن تصمت كثيرا، لن تطال أرقام النفط أو أسعار النفط بشكل كبير جدا. مستويات 66 لخام غرب تكساس، على ما أعتقد 70 لبرنت، هي مستويات دعم تعتبر قوية جدا. صمودها قد يعطي بعض الانطباع على أن الموجة الثيرانية أو الموجة الشرائية قد تكون بعض الشيء متمركزة حول تلك المستويات. المهم جدا بكل تأكيد صمود 66 70 لخام غرب تكساس برنت على التوالي، لإعطاء على ما أعتقد الثقة للمستثمرين بأنها مستويات دعم قوية جدا من الناحية الفنية. نعم أحمد، يعني ما ننتظره أيضا وما لاحظناه خلال الأسبوع الماضي أيضا الضغوط البيعية، وخاصة من بعد رالي الارتفاعات الأسبوعية التي شهدناها على المؤشرات الأمريكية، لكن هناك ضغوط واضحة كانت على القطاع المصري في هذه المرة، والذي تكبد أسوأ أداء أسبوعي أيضا منذ مايو، مع ترقب لعدد من القيود التنظيمية وأيضا لترقب للتقرير بالنسبة لتقرير الاختبارات الضغط أيضا بالنسبة للبنوك هذا الأسبوع. نعم سالي، عند النظر إلى مؤشر KBW مؤشر الأسهم يسجل ضغوطات سلبية في الفترة الماضية. المخاوف بشكل كبير من الأزمة المصرفية الحاصلة سابقا، مخاوف الركود الاقتصادية في الفترة القادمة، تجديد شروط الائتمان في الفترة الماضية، وحتى زيادة رأس المال، تضييق التنظيمي بشكل كبير على البنوك، كان له أثر سلبي بكل تأكيد على قطاع البنوك. يقال أن هناك دراسة من الكونغرس الأمريكي أن يتم زيادة رأس المال ب 20% من رأس المال للبنوك الكبرى. بكل تأكيد عند النظر إليها السالي وتحليلها كأرقام، فبكل تأكيد 20% تعتبر رقم يعتبر كبير جدا، قد يضغط على ربحية البنوك في الفترة الماضية، وهي قد سجلت نتائج تعتبر جيدة جدا في الفترة الماضية. ف 20% لو تم إقرارها قد تكون رقم يعتبر كبير جدا، قد يضغط على ربحية الأسهم في الفترة القادمة في الربع القادم بكل تأكيد. لكن عند النظر إلى الضغوط المصرفية، نعم لا تزال مستمرة. جانيت يلين بكل تأكيد لم تخفي مخاوفها في الفترة الماضية بأن الأزمة المصرفية لا تزال متواجدة. حتى شهادة جيروم باول في الفترة الماضية أمام الكونغرس كانت قد أشارت بكل تأكيد جيروم باول بأن لا يزال هناك بعض الأزمة، بعض المخاوف. حتى عند سؤاله على السيولة المصرفية في الفترة الماضية، لا يزال جيروم باول متخوف بشكل كبير، متخوف بأن الأزمة المصرفية قد تتسع في الفترة القادمة. نعم أحمد، دعنا نبقى في أمريكا في إلى وول ستريت، ونقيم الأداء النصف سنوي لوول ستريت وتحركاته وسط زخم الفائدة ومعدلات التضخم وتألق بعض القطاعات منها قطاع التكنولوجيا. نعم الطيب، عند النظر إلى نهاية منتصف العام الأول، كانت شركات التكنولوجيا قد قدمت أداء متميز جدا. ناسداك على سبيل المثال أفضل أداء نصف سنوي منذ عام 1999،
الأزمة وقتها كانت بسبب شركات التكنولوجيا، فالبعض يتحدث على أن التاريخ قد يعيد نفسه في هذه المستويات، بأن الناسداك قد قدم أداء في عام 1999 أداء نصف سنوي كان متميز جدا، أداء إيجابي، ثم عادت الأرقام وسجلت انخفاضات. على ما أعتقد الحالة قد تكون مختلفة بعض الشيء الطيب، خاصة ناسداك هو يعتبر واحد من المؤشرات الحساس جدا لأسعار الفوائد. أسعار الفائدة في الفترة القادمة لو سجلت بعض الارتفاعات، استمرت جيروم باول أو الفيدرالي الأمريكي بالضغط على عمليات رفع أسعار الفائدة، أو كما يقال عمليتين رفع أسعار فائدة، فقد تتجه الأرقام ناسداك بشكل خلينا نحكي سلبي في الفترة القادمة مع استمرار التداولات أدنى الهاي السعري المسجل لناسداك. لكن بكل تأكيد منتصف عام كان يعتبر متقلب كثيرا، متقلب بين البيانات الاقتصادية، متقلب حتى باحتماليات أسعار الفوائد بين جميع البنوك المركزية. بكل تأكيد خام غرب تكساس وبرنت كانوا الأسوأ أداء بين السلع، كما أن أيضا الكوميديتيز قد قدمت أداء منتصف سنوي يعتبر سلبي في الأداء. نعم. اليورو على سبيل المثال كان قد قدم أداء جيد. رفع أسعار الفوائد قد يدعم اليورو في الفترة القادمة أيضا في منتصف العام القادم. سالي أحمد عزام، محلل أول لأسواق المال في مجموعة إكويتي جروب، شكرا جزيلا على وجودك معنا.